سبحان الله، الشيطان كما يقول عامة نفسه طويل، نفسه طويل، يعني أوحى إلى هؤلاء أن ينصبوا التصاوير والأنصبة مكان الأموات، وقصده أن يأمر قوما في المستقبل بعبادتها ليعبدوها من دون الله عز وجل. فالذين صنعوا التصاوير طاعوا الشيطان بما أوحى لهم أن صوروا هذه التصاوير، لكن هم صنعوها ما قصدوا أن يعبدوها وما كان ليعبدوها، والشيطان إنما أمرهم بذلك كما يقال يخطط على أن يوقع الأجيال القادمة في الشرك بالله عز وجل. وهذا العهد الذي أخذه على نفسه، أخذ عهدا على نفسه لا يضلن بني آدم ويدعوهم إلى عذاب السعير. نسأل الله العافية، نعوذ بالله من الشيطان. نعم.